السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة الإسكان الاجتماعي والمجتمعات العمرانية. إن شاء الله تكونوا في أحسن حال يا رب بإذن الله. موضوع الفيديو يا جماعة النهاردة هنتكلم على 5 حالات لسحب شقق الإسكان الاجتماعي ومعاقبة المخالفين. الإسكان حددت يا جماعة وزارة الإسكان 5 حالات لسحب شقق الإسكان الاجتماعي، ده بعد ضبطية قضائية من وزارة الإسكان الاجتماعي الفترة اللي احنا فيها دي. تمام، هنتعرف مع بعض على 5 الحالات اللي بيسحبوا فيها شقق الاسكان الاجتماعي. قبل ما نبدا في موضوع الفيديو يا ريت تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناه ان شاء الله، وتضغطوا لايك عشان يوصلكم كل جديد عن الاسكان الاجتماعي في كل الاعلانات ان شاء الله السابقه والقادمه باذن الله. تعالوا نبدا في الموضوع بتاع الفيديو النهارده بسرعه. حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بعض الحالات التي تؤدي لإلغاء تخصيص الوحدة السكنية وسحبها من الحاجزين ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي. وقال المهندس صلاح حسن رئيس جهاز مشروع الإسكان الاجتماعي في تصريحات أن مشروع الإسكان مقدمة لفئة محدود الدخل بهدف لتوفير سكن لائق لهم، لافتا إلى أن الوزارة تحاول جاهدة أن كل من يتقدم ويستحق وحدة سكنية يحصل عليها. طيب، وأكد حسن أن وزارة الإسكان تعمل على منع الاتجار في وحدات الإسكان الاجتماعي من خلال عدة شروط وضوابط، كان آخرها حصول بعض الموظفين على الضبطية القضائية والتي تمكنهم من التفتيش على الوحدات ورصد المخالف منها وتطبيق القانون عليه، لافتا إلى أنه يمكن إلغاء التخصيص في الحالات الآتية إذا أثبت وجودها، اللي هي ال5 حالات اللي يعني لو موجودة، أو لو أنت مثلا جالك الوحدة السكنية في الإسكان الاجتماعي وبعد كده عملت ال5 حالات دي بتتسحب منك تاني الشقة. ايه ال5 حالات دول؟ تعالوا نعرفهم مع بعض. أول حاجة، 1، تغيير الغرض المخصص له الشقة فيجوز تحويلها إلى نشاط تجاري أو إداري أو صناعي أو غيره. تمام. 2، تسحب الوحدة في حالة البيع بعد تخصيصها للمستفيد أو إجراء أي تصرف من التصرفات البيعية أو الإيجارية لمدة 7 سنوات بعد التخصيص. 3، عدم الالتزام بالانتفاع بالوحدة السكنية والتي تم تخصيصها وتوصيل جميع الخدمات لها على نحو منتظم ودائم. 4، اكتشاف تقديم أي معلومات مخالفة لشروط التعاقد والحجز. تمام. 5، ثبوت تزوير أي ورقة أو مستند من المستندات التي تقدم بها المواطن المخصص له الوحدة السكنية مثل مفردات المرتب. تمام. وأعلنت وزارة الإسكان حصول بعض الموظفين على صفة الضبطية القضائية والتي تعطيهم مهام التحقق من شغل الوحدات السكنية الخاصة بمشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي وإثبات المخالفات الواقعة من المنتفعين بتلك الوحدات حال حدوثها. تمام، دي ال5 حالات اللي ان شاء الله لو ان شاء الله ما تحصلش، لو موجوده بالفعل بتتسحب الوحده السكنيه مره اخرى من المقدم عليها. تمام، ارجو يا جماعه ان انا اكون افدتكم بشيء. ارجو تضغطوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد عن الاسكان الاجتماعي ان شاء الله الفترة القادمة واعلانات سابقة وقادمة باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.